سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. المجلس الوزاري لدول الخليج يجدد دعمه لوحدة اليمن، ويشدد على أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين. تضرر أكثر من 60 منزلا خشبيا في محافظة لحج جراء عاصفة قوية ضربت عددا من المديريات. بدعم من مركز الملك سلمان، عشرات المرضى في المهرة يستفيدون من العيادات المجانية في مستشفى الغيطة المركزي. تفاصيل الأنباء يتلوها علي عزي. بسم الله الرحمن الرحيم. جدد مجلس التعاون الخليجي دعمه لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وجهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وذلك بما يحفظ لليمن الوحدة والسيادة وسلامة أراضيه واستقلاله. ورحب المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري في دورته 57 بعد 100 والمنعقد في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري بدر البوسعيدي باستمرار جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، وثمن جهود الأمم المتحدة لتجديد الهدنة تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021 لإيقاف إطلاق النار وإنهاء الأزمة والعمل على الوصول إلى حل سياسي شامل، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية باستمرار الهدنة الإنسانية. ودعا المجلس الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع هذه الجهود والضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها. قال رئيس الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي إن اليمنيين اليوم على أعتاب صناعة ملحمة جديدة لطي صفحة سلالة الكهنوت ومصاصي الدماء، كما أنجزوا صناعة ثورة 26 سبتمبر العظيمة. وأشار الجرادي في منشور له على منصة إكس إلى أن عودة ميليشيا الحوثي بعد 61 عاما من الثورة يذكر اليمنيين بأبشع حقب التاريخ سوادا، وتضيف إليها أسوأ ما تفتقت عنه عصابات القتل والدمار واللصوصية. واعتبر أن معجزة ثورة 26 سبتمبر ورجالها الأقداس لم تكن ثورة عتاق ضد الظلم والتخلف والجهل والمرض فحسب، مؤكدا أنها كانت أبعد بكثير من هذه الأهداف العظيمة. وتابع رئيس إعلامية الإصلاح قائلا: لقد كانت ثورة تحرير ضد العبودية وادعاء القداسة والعصمة. وأوضح أن سبتمبر شهر الانعتاق من ربقة العبودية، عبودية سلالة الكهنوت إلى رحاب الله وكرمه، والذي جعل المساواة شعارا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذم الشيطان زعيم العنصرية وأدعياء الاصطفاء، وجعل معلمهم الأول رمزا للشر والفساد. عبرت البعثة الأممية الخاصة باتفاقية الحديدة عن أسفها لاستغلال اتفاق ستوكهولم في عسكرة الحديدة في إشارة إلى ميليشيا الحوثية الإرهابية. وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إنها ملتزمة في تسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة وتعزيز السلام والاستقرار. وكانت الحكومة اليمنية جددت مطالبتها للأمم المتحدة بنقل مقر بعثتها لدعم اتفاق الحديدة إلى منطقة محايدة وعدم تركها رهينة الضغوط الحوثية. تستمر ميليشيا الحوثي الإرهابية
في إغلاق طرقات الحديدة وتحشد عسكريا وترفض مناشدات السكان بالكشف عن خارطة ألغامها التي تقتل المدنيين بشكل يومي في تصعيد عسكري لم يتوقف منذ اتفاقية ستوكهولم. هذه عبوات ميسات الحوثي الذي زرعتها بشكل حجارة في الجبال وفي بطول الأودية. رفض معلم من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية إذن تكتفي إزاءه البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة أنمها التعبير عن أسفها لعودة كافة أنواع الأعمال الاستفزازية في إشارة ضمنية إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية التي دفعت بتعزيزات عسكرية جديدة جلبتها من محافظة دمار باتجاه جنوبي الحديدة. من هنا نحن نرسلها رسالة للأمم المتحدة بالضغط على ميليشيا الإرهاب الحوثي بتنفيذ الهدنة التي التزم بها مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي. البعثة الأممية دعت في بيان لها جميع أطراف اتفاق ستوكهولم إلى التعاون من أجل تحقيق السلام الدائم وإيقاف العوائق أمام المواطنين في تدفق السلع والخدمات عبر الخطوط الأمامية في الحديدة. مدى استياءنا واستياء المواطنين من عدم تنفيذ الاتفاقية ومن أيضا ومن عدم التعامل الجاد مع من قبل البعثة مع الحوثيين. رفض دأبت عليه ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ اتفاق ستوكهولم فيما يكتفي المجتمع الدولي بالإدانة والتعبير عن الأسف والقلق وهو السقف الأممي التي اتخذت منه ميليشيا الحوثي الإرهابية مظلة في استمرار الانتهاكات المروعة بحق المدنيين ممن باتوا يشعرون بالخذلان متهمين المجتمع الدولي بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي الإرهابية. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة. جدد المعلمون في محافظة تعز مطالباتهم بصرف العلاوات السنوية والمرتبات المتأخرة مؤكدين أن المرتب الذي يتقاضاه المعلم لم يعد يفي بأبسط المتطلبات الأساسية. يقول المعلمون بأنهم مظلومون ولا بد أن يرفع عنهم هذا الظلم، فقد كثرت لهم الوعود لكنها لم تنفذ. نعم مظلوم، راتبي 70,000 لا يساوي قيمة الدنيا الدقيق. نحن نطالب بالحكومة ونطالب رئيس الدولة بالتسويات والعلاوات وكل ما لنا من حقوق. من كبار المظلومين أصبح في المجتمع يتقاضى راتب أقل من 50 دولار، ماذا يساوي بال50 دولار في ظل غلاء معيشة وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة وفي ظل انهيار للريال اليمني وارتفاع لأسعار بشكل جنوني، ماذا يفعل بذلك؟ هل يعطيها للمؤجر؟ هل يعطيها مصاريف لأولاده؟ هل يعطيها مصروف لهنا؟ لا تساوي شيء. بدأ الظلم قبل سنوات طوال بعدم تطبيق قانون المعلم الذي صاغته الحكومة يومها، مرورا بالعلاوات والتسويات المتوقفة. مظلوم، أنا لا الآن لا قابلوا لنا رواتب ولا قابلوا لنا الفوارق حق سنة، ولا قابلوا لنا تسويات، يكذبوا علينا من سنة لسنة يكذبوا علينا ولا وفروا لنا أي حاجة. الآن غلاء، ما نقدرش احنا نسدد إيجارات، لا نسدد إيجارات للبيوت، ولا نقدر نشتري صرفة، ولا قدرنا ندرس الجوال، ولا قدرنا نفعل الآن أي حاجة. لكننا نريد من الحكومة أن تنتبه للمعلم وأن تنتبه للكيفية التي وصل إليها المعلم. احنا ما عادش قادرين نعيش في ظل هذه الإرباكات، أولا في غلاء معيشة غير قادرين نعيش بأي شكل من الأشكال. لكننا ننادي إلى تصعيد لأنهم لم يسمعونا هذا ثالث أو رابع مسيرة إلى قدوم المحافظة ولا حيعبر المعلم. وهناك معلمون نازحون لم يلتفت لهم من بدايات الحرب، عائشين مع أسرهم حياة النزوح والفقر والعوز رغم أنهم يعملون بالميدان. مظلوم مدرس مدة 8 سنوات، نازح أنا من محافظة أخرى إلى محافظة تعز لمدة 8 سنوات لم نستلم مرتباتنا حتى الآن. مجموعة نازحين قرابة 1179 مدرس لم يستلموا مرتباتهم باسم نازحين داخل تعز، ونحن ندرس مستمرين بمباشرات وإقرارات شهرية لم نستلم أي مرتب حتى الآن. كاد المعلم أن يكون رسولا. أما في بلادنا فقد أصبح مهملا وبلا حقوق ومظلوما، فكيف سيربي جيلا معتزا ببلده مدافعا عنها وهو يرى أن معلمه وقدوته يموت جوعا ولم تعطه بلده ما يسد رمقه؟
أكد وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان على أهمية الإعلام عموما والإعلام الأمني على وجه الخصوص في رفع مستوى الوعي والثقافة الأمنية في أوساط أفراد الشرطة والمجتمع. وقال حيدان خلال افتتاحه مركز الإعلام الأمني بمدينة سيئون بأن الوعي الأمني والثقافة الأمنية والقانونية هي السبيل الأمثل لتعزيز الأمن والاستقرار والحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وخاصة حماية النشء والشباب من الجريمة والجريمة المنظمة والأفكار المتطرفة والمتشددة. وأضاف بأن مركز الإعلام الأمني سيكون إحدى وسائل الوزارة في رصد اتجاهات الرأي العام الإعلامي، وكذلك مهمته نشر الحقائق والمعلومات والبيانات، موجها فريق العمل ببذل الجهود في سبيل إيصال المعلومات والحقائق إلى الرأي العام بدقة. تسببت الأمطار الغزيرة مصحوبة بعاصفة رملية بتدمير أكثر من 60 منزلا خشبيا للأهالي بمديرية المضاربة ورأس العار بمحافظة لحج. وأكد شهود عيان من أبناء المناطق المنكوبة أن عاصفة رملية دمرت أكثر من 60 منزلا خشبيا في منطقة السقيا وفي منطقة بئر عيسى، إضافة للدمار والتلف لمحتويات المنازل والغذاء وغيرها من الممتلكات الخاصة. وأضاف الشهود أن صيادين اثنين لا يزالون مفقودين بعرض البحر جراء هبوب الرياح الشديدة، فيما تم إنقاذ صياد آخر ظل لساعات طويلة داخل مياه البحر بعد تضرر عدد من قوارب وأدوات الصيد الخاصة بأبناء المنطقة. يشكو طلاب الجامعات في وادي حضرموت من ارتفاع أسعار المواصلات، وذلك جراء غلاء الوقود وغياب الدعم الحكومي. ودعا طلاب الجامعات الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في توفير المواصلات للجامعات أو إيجاد آلية لتخفيف الأسعار بما يتناسب مع وضع الطالب الجامعي. مع بدء العام الدراسي الجديد ثمة مشكلات تواجه الطلاب في مسيرتهم التعليمية، فهناك صعوبات تعترضهم في مواصلة نقلهم من مناطقهم المتناثرة إلى حرم الجامعة، مما تتسبب في تعثر مسيرتهم التعليمية. فكثير منهم اتخذ قرار إيقاف قيد الدراسة أو الهروب من مقاعد الجامعة لارتفاع أسعار المواصلات، والتي ارتفعت هذا العام بشكل أكبر مقارنة بالعام الماضي. كان رسوم المواصلات لما ندفعها هي كثير يعني، والدراسة بالنسبة يعني للمجتمع للبنت يعني مش ضروري زي الولد، كمان يبغون يعني حق ترم كامل مع رسوم السنة مع الملازم مع أشياء كثير، فلذلك يمكن البعض يضطر انه يسحب بنته من التعليم لكثر المبلغ الهائل اللي تدفعه الطالبة. وفي سياقنا لإعداد هذا التقرير أخذنا جامعة القرآن والعلوم الإسلامية بوادي حضرموت كنموذج للتعليم العالي من بين عدة جامعات. ففي مجال نقل الطلاب هناك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواصلات، حيث يقبل الطلاب من أماكن مختلفة على مقاعد الجامعة، وتصل تكلفة النقل إلى 300 ألف ريال على الطالب دون الدعم الذي تقدمه الجامعة لطلابها، حيث أصبحت عملية النقل من العوائق التي تواجه سير الدراسة. أبرز الصعوبات التي نعاني منها وخصوصا في فرع الطالبات تباعد المناطق، وأيضا المواصلات التي تكلف مبالغ كبيرة جدا، وهذا طبعا انعكس سلبيا على التسجيل. طبعا الارتفاع الكبير جدا في المشتقات النفطية أثر على التسجيل كما ذكرتنا، وخصوصا على الطالبات، لأنه لابد الطالبة ترتبط بمواصلات وأيضا بباصات تأتي بها من مناطقهم إلى الجامعة، ثم أيضا تنتظرهم وتنصرف في نهاية الدوام. يعود ارتفاع أسعار المواصلات إلى تحريك أسعار المحروقات، وخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، مما سينعكس سلبا على سير العملية التعليمية لهذا العام مع تدني رواتب المعلمين وتأخر استلامها، الأمر الذي ضاعف كثيرا من معاناتهم، وخاصة مع عدم استقرار العملة المحلية. طبعا بيكون الأداء ضعيف والأداء يعني سيء، نفسية المعلم ما بيؤدي بذلك العطاء وبذلك الأداء الحسن والذي يريده كل واحد.
تعددت مشكلات التعليم وتنوعت عوائقها، مما يضع الحمل أكثر على السلطات المحلية والجهات التعليمية بصورة مباشرة لحل حالة تلك المعضلات والإسراع في إيجاد حلول تساهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف وقطع الطريق أمام العابثين بمستقبل الطلاب أو النيل من طموحاتهم. فهمي برماده، قناة سهيل، سيئون. ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة مطلوبا أمنيا على ذمة عدد من القضايا بعد تلقيها بلاغا من شرطة محافظة تعز بفرار المتهم من المحافظة. وقال مصدر أمني إن أفراد قوات الأمن الخاصة المرابطين في نقطة الدمغ في المدخل الغربي للمحافظة قاموا بضبط المطلوب وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. وأشارت المصادر إلى أن عملية الضبط تأتي ضمن آلية التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة لضبط المطلوبين أمنيا ومكافحة الجريمة. وأشاد نائب مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد الركن أحمد علي رعفيت بالدور الذي تبذله الأجهزة الأمنية بمختلف المديريات، داعيا أبناء المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في تعزيز الحالة الأمنية في مديريات المحافظة. استقبلت العيادات الخاصة بالحملة العلاجية الممولة من مركز الملك سلمان عشرات المرضى في مستشفى الغيض المركزي لإجراء المعاينات وتقديم العلاجات المجانية وسط دعوات لتطوير القطاع الصحي بالمحافظة واستمرارية هذه المخيمات الطبية للتخفيف من معاناة سكان المحافظة. في مبادرة إنسانية لم تكن الأولى لمركز الملك سلمان في دعم العشرات من الحالات المرضية بمحافظة تعاني من تدني قطاعها الصحي، فالتكاليف الباهظة لإجراء عمليات القلب المفتوح أو القسطرة التشخيصية والعلاجية جعلت الكثيرين هنا ينتظرون مثل هذه الحملات العلاجية المجانية وإن كانت فترتها محدودة. تأتي هذه الحملة معالية مرضى القلب في محافظة المهرة بدعم المركز الملك سلمان لإغاثة الأعمال الإنسانية وتنفيذ مؤسسة أمراض القلب الخيرية ومركزها مركز نبض الحياة لمعاينة المرضى القلب الذين هم بحاجة إلى تدخلات سواء كان تشخيصية أو علاجية في مركز نبض الحياة. لا شك أن مثل هذه الحملات تخفف الكثير جدا عن مرضى القلب وخاصة في المحافظات النائية والمحافظات التي لا توجد فيها تخصصات ومنها محافظة المهرة. فالحملة لم تقتصر جهودها على افتتاح صيدلية لتوزيع العلاجات مجانا في مستشفى الغيض المركزي، بل وسعت عملها لتخصيص عيادات لاستقبال المرضى وتحويل بعضهم إلى مركز نبض الحياة بمدينة المكلا لإجراء العمليات الجراحية. ساعدت كل المرضى في مستشفى الغيض المركزي أن الناس ما يقدروا يروحوا يعالجوا في محافظة مثل المحافظات البعيدة أو عمان، ونحن هنا في مواطنين الذين يعالجون بحاجة إلى هذه اللجنة لعمل عمليات القلب. وأنا لاحظت أن في اللائحة أنهم يعملوا عمليات القلب المفتوح وكذلك القسطرة وما يخص الشرايين، فنشكر اللجنة والأطباء وكذلك المملكة العربية السعودية على هذا العطاء. ورغم مرور عدة أيام على انطلاقها إلا أن إقبال المواطنين في تزايد مستمر للاستفادة من خدماتها بعد فترة طويلة من الانتظار، خاصة الأسر الفقيرة والنازحة والتي لا تقوى على تحمل تلك التكاليف، فرصة قد تخفف معاناة عشرات الحالات المرضية في محافظة يتطلع سكانها لتطوير قطاعها الصحي حتى يكون قادرا على تغطية احتياج المرضى بدلا من السفر إلى المحافظات المجاورة. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة. وقعت مؤسسة الصلة للتنمية اتفاقية مع جامعة المهرة على تأثيث مكاتب ديوان الجامعة برعاية من وزارة التعليم العالي.
وقال رئيس جامعة المهرة الدكتور أنور كلشات بأن هذا يأتي ضمن الدعم المجتمعي للجامعة والتي لا تزال تحت إطار التأسيس وبحاجة إلى المساندة، وأشاد بالاتفاق الذي تم إبرامه مع مؤسسة الصلة ومساهمتها في دعم القطاع التعليمي والأكاديمي بالمحافظة. أتلفت إدارة صحة البيئة بمكتب الأشغال العامة بمحافظة المهرة ما يقارب 5 طن من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بعد أن تم ضبطها في أسواق مدينة الغيضة خلال الفترة الماضية. وقال مدير مكتب الأشغال بالمهرة خالد العماد إن عملية الإتلاف تمت بحضور مندوب نيابة الغيضة بعد استكمال المضبوطات والحصول على التوجيهات بإتلافها، وأشار إلى أن عملية الإتلاف شملت المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والقريبة من الانتهاء بالإضافة إلى المواد التي تم تخزينها بطريقة غير صحيحة. تفقد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري الأعمال النهائية في زفلة عقبة عشعش تمهيدا لإعادة فتحها لمرور المركبات، والتي نفذتها المؤسسة العامة للطرق والجسور بوادي وصحراء حضرموت بتمويل من السلطة المحلية. وتعرف العامري على أبرز أعمال التأهيل والزفلة التي جرت بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 150,000 دولار، وأشار العامري إلى أن هذا المشروع سيخفف على المسافرين المعاناة التي استمرت كثيرا جراء تهالك الطريق في العقبة، ما جعل حياة المسافرين عرضة للخطر الدائم. اختتم مشروع إعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقا بالنزاع المسلح كفاك والممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مارب البرنامج التأهيلي للدفعة الثالثة والتي تضم 25 طفلا. المشروع يستهدف 100 طفل لتأهيلهم خلال العام الجاري، وينفذ المشروع برامج إعادة التأهيل الشاملة للأطفال خلال 3 أشهر لكل دفعة من قبل أخصائيين في مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والرياضية والثقافية والصحية وغيرها. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأهم عناوينها. المجلس الوزاري لدول الخليج يجدد دعمه لوحدة اليمن، ويشدد على أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين. تضرر أكثر من 60 منزلا خشبيا في محافظة لحج جراء عاصفة قوية ضربت عددا من المديريات. بدعم من مركز الملك سلمان 10 المرضى في المهرة يستفيدون من العيادات المجانية في مستشفى الغيضة المركزي. في ختام النشرة لكم مني أطيب المنى، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في رعاية الله.